أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش رسمياً على العارضة الفنية للمنتخب الوطني حتى كأس العالم 2026 بكندا وأمريكا والمكسيك. صاحب 60 سنة سبق له الإشراف على العديد من الأندية الأوروبية أبرزها نوادي سامسون سبور وكذلك نادي لوغانو يونغ بويز جيروندا دو بوردو وأبرز نادي ربما تدريبي وهو نادي لاتزيو روما حيث توج بالكأس الإيطالية مع نادي لاتزيو روما قبل أن ينتقل إلى تدريب منتخب سويسرا. شارك مع منتخب سويسرا في كأس العالم 2014 وكذلك كأس العالم 2018 وشارك في يورو 2016 بفرنسا وكذلك يورو 2020 الذي تخلف إلى سنة 2021 وكان مفاجأة كبيرة المنتخب السويسري حيث أقصي منتخب فرنسا من الدور الثاني وخرج من البطولة على يد المنتخب الإسباني بركلة ترجيح وكان قاب قوسين من الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا. يعتبر البوسني هذه أول تجربة له خارج أوروبا حيث سيدرب المنتخب الجزائري في دولة إفريقيا. نتمنى التوفيق لهذا المدرب وإن شاء الله مزيد من النجاحات مع المنتخب الجزائري.